اليوم كان عندنا لقاء مع رئيس القضاء الأعلى السيد سهيل عبود، وقلناله عن موضوع القاضية مشموشي والطلبات التعجيزية منشان نعمل نبلش بإلقاء الحجز الاحتياطي اللي هو حقنا نحن بالملف الدعوي اللي نحن رافعينه جمعية صرخة المودعين. عم نحاول بقدر الإمكان يكون الطلبات قانونية، ما عم نطلب منه شيء برات القانون للرئيس القضاء. سليم صفير للي ما بيعرف خليه يعرف، سليم صفير اجتمع مع ميشيل عون واجتمع مع مئاتي، قال لهم نحن مستعدين ننعش الاقتصاد. هالعصابة وهالحرامي من وين بده ينعش الاقتصاد؟ من وين يعني؟ حدا فهمني يعني. يعني سرقت المودعين وقلتولنا انت سليم صفير بذاتك، قلتلي اياها بالاجتماع معك، قلتلي انه انتم ضيعين البوصلة، مصرياتكم عند الدولة. كيف مصرياتنا عند الدولة ورايح تقلن نحن مستعدين لنساعد الاقتصاد وننعش الاقتصاد؟ شو المقابل؟ في مجال نعرف شو المقابل؟ شو المقابل اللي طالبوا منهم؟ ما بيكفيك الحماية اللي عطيناك اياها، بعتوا العسكر علينا ليضربونا ويسحلونا، والقضاء اللي عم يحميك ومش عم بينفذ احكام، ما بيكفيك، بدك شيء تاني؟ سليم صفير انت بلندن بس اكيد عم يوصلك الاخبار، بس ما تخاف يعني، حتى بلندن هلا اليوم طلعوا حكم على بنك وجاي يدورك. اذا معركتنا برا، معركتنا جوا، معركتنا على الارض، معركتنا معكم، حتى يعني لو بده ينزل منا دم نحن مستعدين للاخر.